ما شاء الله تمطر ما شاء الله، الله يجعل الصيب النافع يا رب. ما شاء الله شوفوا عاد بعد المطر بينتعش ان شاء الله هالشجر. هذا الياسمين الملكي او ملكة النهر، ما شاء الله كله زهر كله فتاح وتساقط، شوفوا اللي متساقط تحت كله زهر. ما شاء الله في شيء بعد جاي، شوف 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 ما شاء الله هذان زهور هذان زهور ما شاء الله. هذه جهنمية من 7 ألوان، شوف اللون ما شاء الله، هذا يسمى لون ناري، شلون هذا أحمر واللي هي نفس الطريقة، في شيء ناري في شيء أحمر في شيء هذا أبيض، شوفون كله بشرة ما شاء الله. هذه الكرز الحلو شوف ما شاء الله، يوم قصيت اللي تحت تذكرونه قبل أسبوع أو أقل بعد من 6 أيام أو 5 أيام، شوف ما شاء الله هذه نوع جديدة، صحة الورق صح ما شاء الله زين، أجاكم الورق حمار خفيف كذا أدري إنه صحته ممتازة، في العين تبغى تفقع من هذه ما شاء الله الله يبارك. هذه شجرة الكعب الغزال ظاهر انها ماتت، جات عفن وزيادة تسميد والله ما ادري وش السالفة، لكن انشفت ماتت يعني ما ترجعي للحين، والله ما ادري انا اشيلها ولا لا، لكن نقشره من هنا نشوف هي حية ولا والله ان شاء الله انها حية، اتوقع ان شاء الله انها رطب ذا الحين، لكن هذا نشف وهذا نشف وهذا نشف كامل الظاهر، لا والله رطب ما شاء الله ان شاء الله ما عليها. هذه شجرة الطلح الامريكي او البرسوبس، شو ما شاء الله ضخامته جنب بيت، البيت هذا متضرر الجذور رايحة من داخل البيت، بس اشوفه ما في خزان، لكن يعني مشوف انه بلاط بلاط بالداخلي مشوف، شوف شوف اسفلت بعد رافع، شوف ما شاء الله ضخامته تقريبا 8 متر كذا، يعني دار مدار 8 متر 8 متر ما شاء الله، تعطي مساحة أكبر، لكن مشكلة تساقط الأوراق وتساقط البذور وش اسمه البذور، ويعني ما تصلح يعني سيارات وكذا، يعني شوف هذا بتو ملبق، شوف الغبار كله منه، شوفون شوف ما شاء الله البرتقال أبو سبعة ما شاء الله، شوف منه حمل البرتقال اللي عليه نزلت في الشجرة، شوف باقي شوي توصل له هناك وصلت، شوف ما شاء الله الله يبارك، يجهد الحمل نفس البرتقال سبحان الله يجهد الشجرة، يعني يمتص كل العناصر خلاص توقف نموات، ما في نموات تضعف، يعني يبي له زي ما تقولون تعطونه بوتاسيوم عشان بسرعة تغذي البرتقال ويقل الجهد يعني جهد الشجرة، لكن بعد الحمل راح إن شاء الله نعطيها من الأسمدة عشان ترجع صحتها، مع أن صحتها يعني عالية إن شاء الله، بس إنه يعني تشوفون مايلة كذا، بس هذا اللي عشان من الحمل، لكن اللي بيشري شتلة أفضل شيء إنه يشري بدون يعني ما يحرص على الثمر الموجودة، يعني يحرص إنه كثافة النمو الخضري أكثر أفضل، أفضل من إنك تشيل واحدة بثمار، لأن الثمار هذه تلقى مجهدة إن شاء الله، تبي تزرع عندك تبي تتعب ووضعه ما، لكن لو أخذت شجرة يعني نمو خضري زين على طول تبي تكبر وتزيل و... أي والله. هذه شجرة اليوسفي، هذه زارع أنا من بذرة ما شاء الله كبرت وزانت، بس إنه ما انتجت الا توز الا 2 سنين تقريبا تنتج ما شاء الله، شوف انتاجه
طعمه ما شاء الله ممتاز، شوف كثير ما شاء الله. يعني ما أول ما كنت أشوفه يوم كبرا بديت أشوف، يعني شوف ما شاء الله. شوف هذه عاد يا من زيادة الري أو لخبطة الري، يعني يمكن تعطونا كل يوم بعدين تسحبوا علي 4 أيام زي كذا تصير كذا عندكم، بس قليل ما هو شرط. هذا ما شاء الله، شوف شكله ما شاء الله ما شاء الله. هنا هذا يبي له قص، قص يابس. هنا ما في إلا في ما شاء الله، هذه واحدة، هذه الثانية ما شاء الله، هذه الثالثة. الله يبارك إن شاء الله. شوف جذوره ما شاء الله، مين طعم يعني من بذرة كذا طلعت. أنا بذرة يعني ما هو يعني متأكد ما شاء الله. ولو بغيت قصة والله، قالوا ناس ذكر ما أدري وشو طلع، يعني يمكن لو ما أنتجت السنة اللي أنتجت به كان قاصها. هذا ليمون أضاليا، شو ما شاء الله حجم ثمار. هنا واحدة، هنا ما شاء الله، هذه ما شاء الله، الله يبارك. هذه التوتة اللي قلمنا تذكرونها، شو ما شاء الله بعثت. إن شاء الله الموسم القادم راح تنتج إن شاء الله. هذه البباية تذكرون اللي جاء عناكب، شو ما شاء الله صحتها عقب المبيد اللي عطيتها، زانت ما شاء الله. لكن الأفضل ما الأوراق تخلونهن، هن يضحن حالهن أفضل، عشان يصير عندك سماكة تساق، عشان صعب إنها تطيح تنكسر أو كذا. هذه الثانية ما شاء الله كلها ما شاء الله، خلال 5 أيام كذا أو أقل، بعد 4 أيام زبطت ما شاء الله. هذه من قسمة قسمين، شوفون هذه سبحان الله ما قصيت ولا شيء. هذه الساق الرئيسي، هذا جاء فرع سبحان الله يطلع، خليته والله. شو ما شاء الله، دم نشوف انتاج ان شاء الله. اذا ماش نقص هذا عشان تصير كل الغذاء لهذه. هذه المانجا، اشتريت المانجا ما شاء الله، شو اللي قطنا منها الموسم اللي راح ما شاء الله. ان شاء الله راح نبينا نقطع منها اكثر، كل موسم مع التقليم مع الترتيب. شوف اللي قلمت هنا، شوف نموات جديدة، هذه نموات جديدة يجي له لون أحمر بعدين يتغير الأخضر، بعدين أخضر داكن ولا تساقط الأوراق. يعني اللي يقول تساقط أوراق ما قليل، يعني قديم الأوراق القديمة. شوف على الساق هذا القوي، شوفون راعب فيه ورقة الحين، وهذه توطي يعني حتى قليل. شوف انتهين من الأغصان القديمة، يعني ما شاء الله. شوف السماكة